الحلقة 803 بيستهلها المهندس عدلي بالإشارة إلى الحدث الأكبر عالميا. هو الحدث الأكبر رياضيا على مستوى العالم من ناحية الشعبية طبعا، أنا أرى الدورات الأولمبية حدث لا يقارن يعني، ولكن كرة القدم هي حدث يلتف حوله العالم. لكن الظاهرة في هذه طبعا بعد الإشادة بالنظام ويعني البطولة التي أنصفت الثقافة العربية وأنصفت الدين الإسلامي وتصدت لمؤامرات المؤامرات الزائفة للغرب في حقوق الإنسان في المثلية ومش عارف، انتصر المفهوم والفلسفة الإسلامية العربية والتقاليد العربية حاجة، بس التانية قول ونجحت كرة القدم ووجود هذه البطولة بهذا النظام وهذه الفلسفة في الدوحة في أن تحقق ما عجزت عنه السياسة. هي بطولة وحدت جميع الشعوب العربية وراء كل المنتخبات العربية. طيب، بمناسبة قطر والرياضة والسياسة، كنت منور في احتفالية سفارة قطر النهاردة بالعيد الوطني لدولة قطر، وأيضا بمرور 50 سنة على تدشين العلاقات المصرية القطرية في احتفالية أقيمت بأحد الفنادق الكبرى اليوم بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسفير قطر في القاهرة سالم مبارك آل شافي ومجموعة كبيرة من سفراء الدول العربية. أيوة. سيادتك كنت هناك تزاملني. أيوة. واستقبلنا بقدر كبير من يعني الحفاوة العربية امتداد لظاهرة التقارب الرائعة اللي حصلت بدون إعداد أو تنظيم أو تنظير. أيوة. هو حدث وحد الشعوب العربية حقيقة يعني. صحيح. ما فيش حد فشل. أي. حتى المنتخب القطري الذي لم يحقق النتائج المرجوة لكن بلده جابت 10 تجوان صحيح في التنظيم وكده. السعودية تغلب الأرجنتين اللي بيلعب الفاينل قد يكون البطل. أيوة. تونس تكسب فرنسا، تونس التي خرجت حامل اللقب وراح الفاينل تكسب فرنسا وترحل وهي قد تكون حامل اللقب وطرف في المباراة النهائية. المغرب لم يلقى المغرب هزيمة، خلص على الكل. المغرب أش بلجيكا على أسبانيا وأطاح بالجميع ولم يهزم حتى مباراته أمام فرنسا. حتى الدول الأسيوية نتائج كوريا واليابان برضو عملوا يعني اللي غلب البرازيل واللي غلب ألمانيا واللي غلب أسبانيا. صحيح. يعني ذابت الفوارق الفنية وأكذوبت القوى الكبرى والقوى الصغرى والتصنيفات التي عشناها كثيرا، وباقي أن نصدق أنفسنا أن العمل الجاد سوف يسفر نتائج جادة. والرسالة لمن لا يسمع هنا علّه يسمع.